الطاش يلم عنا خطب كتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه واسأل عنا له المنة قل علامات انت تدريبه مدعيكم غايب عنا والحكم ميوز في الغيبة ينبغي الإنسان يتأنى ويحكم بأحكام مصيبة لا تحسب الحيف ذا منا النصف ناخذ ونعطيبه سوي ميل وبلغه عنا بالسلام وألف ترحيب خطب كتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه ريض يا الطارش يلم عنا خطب كتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه بلغ المهموم متهنى سهل الليلة يهذيبه يشغله بالفكر والظن مكر وسواس ولا عيب حزن في قلبه مخفنه دون ناس خايف تعيبه قول له اللي له المنة عالم بالجهر والغيبة يعلم بحالك ولكن ما يختبر عبده بالمصيبة خطب كتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه يا الطارش يا لمعنا خطب كتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه من بغى مثواه للجنة ما رضى بالنفس لتعيبه حد كل حيلة يتمنى وحد حلمه بيدهيبه واللي يقول يا رب آمنا ما يعرف الياس والريبة زاده القرآن والسنة والدعاه الداعي يجيبه طارشي ان يتقول ان على العهد والوعد نوفي يا الطارش خطب كتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه ريض يا الطارش يلم عنا خطب كتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه